مشاهدين تلفزيون النصر 24. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلو وقت التلقى فوق النشرة انت الأخبار الدارجية ونبدوها لكم طوال بالله تفاصيل. وصل يوم 21 من شهر رجب عن سنة 2023 وزيرنا الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاهدين في القارب السفير محمد صالح النظيف وصل لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وده في إطار زيارة أمل للمملكة العربية السعودية. التفاصيل مع الزملاء من التلفزيون الوطني. وزير الشؤون الخارجية والتشاهدين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة العربية السعودية، وقد استقبل بمطار الرياض من قبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية السعودية المكلف بشؤون المراسم عبد المجيد السماري، ولا سفير التشادي لدى المملكة العربية السعودية حسن صالح القدم الجنيري، وكذا موظفي السفارة، بحيث أن هذه الزيارة لرئيس الدبلوماسية التشادية السفير محمد صالح النظيف، والتي هي زيارة عمل تندرج ضمن إطار تقوية علاقات التعاون القائمة بين التشاد والمملكة العربية السعودية. هذا وأغلب مراسم الاستقبال بمطار الرياض، فإن وفد الوزاري قد توجه إلى مقر إقامته بمدينة الرياض على أن يشرع في تنفيذ جدول زيارته المليئة بالنشاطات واللقاءات المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية للشعبين التشادي والسعودي. في أول لقاء له بأرض المملكة العربية السعودية، وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف قد استقبل وزارة الشؤون الخارجية السعودية، حيث وقع رئيس الدبلوماسية التشادية أولا على سجل الوزارة لكبار الزوار، ومن ثم فقد التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحيث أن التشاد والسعودية تربط بينهما علاقات تاريخية في العديد من المجالات الحيوية للشعبين التشادي والسعودي. تقوية هذه العلاقات القائمة بين البلدين لصالح الشعبين كان هو المحور الرئيسي لهذا اللقاء الموسع الذي ضم وفدي البلدين، هذا بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المسائل الآنية. أيضا دعم المملكة العربية السعودية لإنشاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية في تشاد. يذكر أن رئيس الدبلوماسية التشادية السفير محمد صالح النظيف وصل إلى الرياض العاصمة السعودية في إطار زيارة عمل، حيث رافقه فيها كل من المستشار في الدبلوماسية برئاسة الجمهورية أبو وقي موسى، والسفير برئاسة الجمهورية أحمد إبراهيم، والمدير العام للعالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية، وكذا المدير العام للمراسم بالوزارة. الجروب تينك تانك تشاد تراسنا كان سوا واحد مؤتمر نقاشي يوم 21 من شهر جانفي عن سنة 2023 في المركز اللابوس أي بمعنى اللاسيفور، وده كان بيجا تحت موضوع 100 يوم من حكومة الأميرة الوطنية الانتقالية التقييم وبرسبكتيف. المناسبة كان بيجت بحضور هنا بعض من المسائل وبعض من الحضور. هو محمد هدرة المناسبة وتورينا بالله تفاصيل. خلال 100 يوم من الحكومة انت الوحدة الوطنية الانتقالية البلان ولا برسبكتيف، ده موضوع هنا المؤتمر النقاشي الكان نظم من جانب هنا المنبر تينك تانك، والكان جمع البروفيسور أحمد محمد حسن وكبير محمد عبدالله وألي فاضل وكمان فرانسوا جاكومبي وعثمان بشيرمي، ودل بهج في الأشياء اللي كان صوت الحكومة خلال 100 يوم من الحكومة هنت الوحدة الوطنية الانتقالية. في وقت هن المناسبة كان ناقشوا المؤتمرون فوقها صحيح صحيح، وفي كلمتهم اللي كان قدموها كلهم كي كلما في الجهود هن الحكومة الانتقالية، وقالوا بكون الحكومة كان صوت الكثير وخاصة رئيس هن الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو كان طبق وأدى ووظف الكثير من الشباب، وكمان هلا المشاكل بين المزارعين والبقارة والتعايش السلمي والسلام في بلدنا تشاد، وكمان تمويل هنا المشاريع في بعض الأقاليم هنا عاصمة جمينة، وكمان طلبوا الكونفرنسيال ديل من المشاركين خلي يساعدوا الحكومة وخاصة في وقت هنا الفترة الانتقالية دي. أما من جانب السيد كبير محمد عبدالله كان شكر الحكومة بالمبادرة السمحة والجهود اللي قيد بتسوي،
وفي نهاية انتلى مناسبة كان قدم فوقها أسئلة واستفسارات من جانبنا الله دور، وجاوب لهم الله مؤتمرون واحد بواحد، وهم كمان من جانبهم كان قدم توصيات في الله مؤتمر ده. بقت مناسبة واحدة يوم 22 من شهر أنا زنفيا أنا سنة 2023، مناسبة هن قسمان للشباب اللي كان شاركوا في الله دورة انتلى صليب الأحمر، أي بمعنى الله كوارش وده الدفع على 88 أي بمعنى على 88 بروموسيون. المناسبة كان بقت في البيبليوتيك ناشونال وبحضور أنا بعض من الناس اللي كان دربوا على شباب ديل وعدد كبير من الله حضور. سمية عبد الله هدرت الله مناسبة وتورينا بالله تفاصيل. خلال 45 يوم من الله دورة انت الله تدريب في الله صليب الأحمر أي بمعنى الله كلاروش ودي في نزلها الله إصحاف الأولية وده بمعنى يعلموهم كيف ينقذوا هياهن الله إنسان في الله قادر جنس. وأردهن الله شباب الكان شاركوا في الله تدريب ده أردهم 60 تزاع والكان خرجوهم كان أردهم 39. المناسبة كان برأة بمسرحية توصف أحمية هن الله صليب الأحمر في الله قادر جنس بيشك. وكمان أناشيد مختلفة ناهيكم صليب الأحمر ناهيكم كلمت المدير النائب عن الله فورماسيون الأستاذ سعد آدم الدي كان قال بكون خلال 45 يوم من الله تدريب ده كان لقيوا الله مشارك المعلومات لقيتهم في الأصحاف الأولية. وكمان شكر الله فورماتير الكان دربوا لشباب ديل. أما من ناحية عن الله أمين العام عن الله صليب الأحمر عن الله سنكيم أرندسما كان كلم وقال أقول لكم مبروك على حصولكم على الشهادة على الإسعافات الأولية، وهذا كل ما زرعتموه ستحصدونه الآن. أوكي؟ كل ما زرعته ستحصد، وكل ما حصدته شنو تسيبه؟ وزع للمجتمع عشان المجتمع تستفيد منه. كمان كلم الله نائب عن الله كوميتي عن الله سنكم أرندسما الأستاذ محمد بن محمد إدريس وكمان كلم وقال الدفع الذي تخرج إلى اليوم الدفع 88 دفعة العمل دفعة الاتحاد دفعة الوحدة توحدوا واتحدوا حتى نتيجتهم رئيس الأمام الله. أقدم شكري لكم خاصة في هذا الدفع، أتمنى من الله أن يوفقكم في أداء العمل. الأمهات والأبهات الذين جاءوا إلينا من مكان بعيد حفظهم الله، ولا أنسى الإخوة الحي الإداري الذين حيوا لنا الرسالة من أمين العام ورفقائي. وفي نهاية هم الله مناسبة كان قسم فوقها ألا أتستاسيون الناس ألا كان شاركوا في الله دور دي. كملت يوم 22 من شهر نزنفيا هنا سنة 2023 خدمات انتلا مهرجان هنا الله انجمينا فيلم توازم إديسيون الكان نظمتها على جمعية اللي تشاديا للا طورين انتلا سينما وده بهدف نطورين اللا سينما. والكان ترأس الله مناسبة وزير عن الثقافة والتراث التاريخي والسياحة عبكر روزي تجيل. المناسبة كان بدت في الميزي وبهضور هنا بعض من المنتجين وكمان الله مخرجين. سمية عبد الله للمرة الثانية وتورينا بالله تفاصيل التالي. خلال 6 يوم من الله دورة انت الله تدريب عن الله مهرجان عن جمعنا فيلم الكان نظمتها الجمعية التشادية للطورين عن الله سينما والكان بيجي تحت موضوع التأيس السلمي عبر السينما وده في ما يخص الله طورين وتحسين عن الله مخرجين والمنتجين وكمان الله كاتبين عن الله السيناريو في كل الله جوانب الفنية الله مختلفة البتخص السينما. وفي الله مناسبة دي كان تداخل فوقها الكثير. في كلمة رئيس اللجنة التنظيمية السيد صالح محمد آدم كان رحب بالحضور وكلم في الله دور عن الله مهرجان وكمان قال خلي بيطبخوا الله معلومات الكان لقوها خلال وقت حن الله فورماسيون ده. من جانب حن الرئيس حن الله جمعية محمد مكي إسماعيل هو كمان كلم وقال المخرجين الذين شاركوا بأفلامهم في المسابقات كما أبارك في الذين تم فوزهم والذين لم يحالفهم الحظ ألا يكسب. باسمي وباسم أداء الجمعية التشادية لفتن السينما أقدم خالص شكري
وامتناني للوزير رغم انشغالاته وقوفه معنا جنبا بجنب من البدايه الى هذه اللحظه. في كلمته وزير الثقافه والتراث التاريخي والسياحه بكر روزي تجيل كلم في المبادره السمحه دي، وكمان اكد بدعم هن الله حكومه من اجل هن تطوري هن السينما. الوزاره انا ثقافه والسياحه والحرفه اليدويه ده يقف جنب جنب مع الفستيفال مش دوله، وبالذات كيف يشيفها ناس فورماتير كبار من دوله اخرين يجوا يفورمي جين حقنا في بريز دي في في سون وفي كل انجل هنا السيستم هنا فورماسيون كات. ونذكر بكون في الله نهاية انت الله مناسبة كان قسم فوقها شهادات ان تقدير من جانب ان الله لجنة انت الله تحكيم للارتيست دول. مشاهدين على تلفزيون مصر بالخبر ده خلاص، بشرككم انتوا اللي مكملت، وخلكم متابعين ما باقي برامج على النصر 24.